خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا عبد الله، يا ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله.